هذه موقف معروف معناها الضحية نرجعوها هي المتسببة في الاغتصاب، يعني نخليه الرأي العام ولا جزء من الرأي العام اللي ينجم ما يفهمش الوضعية كما ينبغي، نخليه وهي يعتقد وأن المسؤولية في الاغتصاب تعود على الضحية على الفتاة هذه. هذه كلام ما حقوش يتقال بالمرة، لأنه فيه نوع من تبرير عملية الاغتصاب، جريمة الاغتصاب. المفروض معناها سي خالد طروش يعني يعطي رأيه في الجريمة، ما يحاولش يبررها، لأنه حبينا ولا كرهنا فيها نوع من التبرير. أنا أعتقد اللي قضيتها الأساسية والحقيقية هي محاسبة المغتصبين، محاسبة الأعوان اللي اغتصبوها، اللي هما اثنين مش ثلاثة، لأنه الثالث ابتز صديقها اللي كان معاه. والحقيقة اللي نستناوه توا هو موقف القضاء من العملية، يعني هل ترى مش تقع محاسبة حقيقية؟ وهذا ما نتمناوه، وإلا باش يقع معناها فقط يعني إيقافهم لمدة ثم إطلاق سراحهم وتناسي الملف. احنا على كل حال باش نتابعوا القضية هذه، وانا متأكدة لبقية منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن حقوق النساء باش يواصلوا يتابعوا القضية هذه. وعلى كل حال ما يلزمناش نخليوها تمر هكذا، يلزمنا نقاوموا ونناضلوا من اجل ان ينتهي عهد الافلات من العقاب. وانت تعرف اللي برشا بنات وبرشا نساء وقعت اغتصابهم ولكن ما يتجرؤوش يشكيوا، وانا شكرت برشا البنت هذه هي وصديقها، شكرتهم برشا وقلت لهم الشكوى اللي قدمتوها عمل نبيل وباش تحميوا به نساء اخرين، باش تحميوا به بنات اخرين اللي ربما كانوا باش يقع اغتصابهم. ولكن البوليسي واللي يوعى اليوم اللي العمليه هذه تتكلف له غاليه، ولذا يولي يعدل عن هالممارسات الوحشيه. اي توا فتاه ولا امراه في اداره ولا في الشارع ولا تتعرض لتحرش جنسي، كل سواء معناها من طرف اعوان امن والا غيره، شنو هو الريكور اللي عندها في المجتمع المدني؟ عندها اولا تشكي للمحكمه، تقدم شكوى لانه جريمه يعاقب عليها القانون. ثم انا ننصح بالتوجه لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمات اللي معنيه بحقوق النساء اللي تدافع على النساء كما الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات.